برنامج الجدعان ريل استيت لكل الباحثين عن الرقي والفخامة في حياتهم، نروي لأول مرة حكايات أشهر جدعان الأثاث والديكور في مصر، ونكشف أجمل تصميماتهم، مبدعون ويتنافسون في لومارشي المبهر بعروض مذهلة، وتشاهدون محرز يبدع أثاث مصري بنسبة 100%، وهالة عاشور أصابعها ذهبية، وزين مبهر حقا وألوان لوحاته مذهلة، ولأول مرة شريف حسني يبدع حوائط وأسطح خضراء بديعة، ويزن يعرض أبواب شديدة الفخامة، ومطر قصة نجاح كبرى في التحول من الاستيراد لتصنيع الأثاث محليا وحصريا. هاشم القاضي يكشف ضوابط تطوير مهنة المسوق العقاري، ويحدد ملامح المعادلة الصعبة لحماية مشتري العقار والحفاظ على حقوق الوسطاء. كل هذا وأكثر مع غانم ومجدي وسراج في الجدعان ريل استيت الأحد في 7 مساء على القاهرة والناس 2. أهلا بكم في العاصمة.